بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدح وينك وحقينك جمهورية الصومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله السيلعي قدومية حسب قوعد ماير كوحيقينك مروا أدنى أدن دكتر جامع حارون تن مدحكا حفلة دن قيمة هي قاية هلا قروح دبدان يونس سميي أبوانين تا صلاة دين تا قوانيهن كا دادكا أجنبيكا إنو غي من دلالك الدبدا دبلوماسيين تا هلكن إن لك شوكتا مسؤولين تدادكا تونسية كتمي لما أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعا ما أنت حارونتا أقوانيان كان قيمها بدن لا شامع موسى يتيم كيسو أي ما أنت صوح لان وموضوع عادي آدو فرب آدو بلارن وموضوع آدمها نولشي سأساسي أو أه كلي دتك رير سومالي لان ما هاني قدهان دتك عالم كما كنو دتك أفريكا كنو تيم كان تقدر الناس وحودبو قاب ترسانا يا تاريخ دا وضانو لانشاها إيه وده شركة إيه من نمد قرن كسومالي لان تاريخ داس غير سومالي لان وحيكوا بارسان تهي حلقين 1991 دل كان سومالي لان دي بلوغ حروييه كالي دي تليه دل كان سومالي أفادا وين كوا ها مدادا لباتان كسرنادو دي شرشر كاسو بابيي مسائب كدعي عالم كميلا آني كدعين الدنيا دون أي مرخات كفرتي وحفر بدن الدنيا دو كقرتي وتاريخ ده الدكتاتور كي وجوحهما وح أوجب بدن الدنيا وينه وكقري سوماليا إسلا تاريخ ده سمر كاي دعدي إسلا موضوعا أي وح الله دورتي من نمذي حلقة قال تقدر ناس كي دعدي وح كاس عنستي حل أمد رير سومالي لان أي سصدق تلاوضي حل كلي دي تليه أو اسكود دري حل أنا أن لو أركع يو إن آد يا آد وفقت هاي حل نبض لوجو صد بعلو سكرفايس كاس نورش كاس سهن كاس بد بعد داس أيدت كسومالي لان أي آد يا دوجد دالين هرمود وحكوها أوكاها أوركي لورن شري أسرم هدي آني هجان كي مركا أسرم هجامين أي وحجرت كودي ويل كودي إلى أن اللي يردوا دي قرقة سيدة تعاني أهين ضد بسل أو سهمين أي ومدى سومالي لاند هدي إيه الرسيد دوكسدو على ود وتلس كاسك تجيب ما أنت تلا هل كنت على ماي أو لاتين هل كاسك كسب بلابنتي نبادين تي هل كاسك كسب بلابنتي ود تركي هل كاسك كسب بلابنتي إس سامحي هل كاسك كسب بلابنتي إن عقله قتليه هل كاسك كسب بلابنتي إن دتك وحجرتك الله يسرو يارو هل كاسك كسب بلابنتي إن دلك الله ود على هذا هل كاسك كسب بلابنتي إن سود تشر الله سميع أرنتا دتك سوقيب قلي وويل كها هدي سومالي لان قلبيت كده أقول قلبي ديت هاي هدي تي كده أقول بريات هاي واتي سيدا وده تركا اللي يسوي مي واتي برعل قلت ليه واتي الله سي وده واتي بور ما أساس كي أقول هنا لقى سميه واتي أحد قرمت كي لقى سميه واكي حرقيسة لغو قنانة دي بربارين تاكيد دي سعد كان سعقل لي او ندام لي او محانكو راه داي آن دمع اندالا او دقالي اهم آن آنو هاقا ينين او آن قبيالة دي هاقا ينين ايال لغو سوها قامي انتا كدام بيسا هادي اي نكسو قدبني او اي نقاداني ندام كالديمقراطية دا وقرينا داي ريالا بلابي أحمد ياسين واكي كو هذا القبسة دي أنا هالكي اللاسعانوت وكاقه القبسة دي من كاقه القبسة دي
maalintii laascaanood arintaa ay kaga dhacday daahir riyale waxa ay su tagay ururadeedii markaa joogay qolaanigu markaan kamid haayo Saleeman Maxamuud Aadan odayno aha asad baan isugu tagnay arintaa waxaan raayi baan isla soo qaadnay qolihii kale Axmed Siilaayey baan loolanimi go'aan waxa la qaatay ninka la soo weeraray waa madaxweynihii Soomaaliland waa hoggaankeennii waa madaxweynaheennii madaxweynihii uu soo noqdo caynaba u tegey caynaba u yimi aynu ugu tagno ururada caynaba xaggee laga bilaabayaa baa la yidhi waxaa laga bilaabayaa madaxweyne ku-xigeenkii dalka laga bilaabayaa madaxweyne ku-xigeenkii dalka anaa lay diray Axmed Yuusuf Yaasin maanta waa nool yahay sideedii subaxnimaano xafiiskiisa joogo iigu yimi Axmed Yuusuf Yaasin waxaan ku yidhi Axmed Yuusuf Yaasin madaxweyne ku-xigeenkii baa tahay waan abtigay ururadii siyaasiga ahaa waxay go'aansadeen in madaxweynihii loogu tagaacaynaba in tala halkaa loola tago waxa uu ku talinayana halkaa go'aankeeda laga soo qaato adiga shidaal iyo gaadiid iyo lacag minda lagu weydiin maayo madaxweyne ku-xigeenkii la hadal madaxweynuhu go'aanku qaato aniguna raggii soo diray aan gaadhsiiyo madaxweyne daahriyaalna maanta waa nool yahay wuxuu yidhi waa arrin wanaagsan waan ogolahay waan aqbalsanahay hase ahaatee markaan halkan imi baan ceerigaabo la hadlo waxaan ku yidhi aroortaan idiin imanaya dee go'aankan waan qaatay waanaan idin ogolahay taladaana waan ogolahay aan ceerigaabo tago ka soo noqdo isla markaan is soo tagaa shirki qabto shirki wuu qabtay markuu is soo taagay intaydii ururada ahaydna waanu tagnay xisbigii udub raggii ka socday cali xaaji baarlamaanka ku jiray maanta nool iyo baa ka mid ah xogayihii guud ee udubaa dhintay go'aankii waanu isla qaadanay waxa weeye daahir riyaale waxaanu annagu markaa u arkaynay annagu inaanu mucaarid baanu ku ahayn inaanu mucaarid ku noqono annagu waanu ogol lahay laakiin inuu nin kale far ku fiiqa maanaan ogolayn daahir riyaale inuu nin kale la hadlo aan Soomaaliland darahayn daahir riyaale in meel kale lagaga soo duulo daahir riyaale in meel kale laga keeno maanaan ogolayn maantana waa nogolay inay sidii noqoto oo kulmiye xukunku maanta hayaayo canaanta waa noogolahay taladana waa noogolahay wadajirkana waa noogolahay wadajirka horta ragga halkaa ka soo qaaday baanu hayn halkuu maanta wadajirku ka xun yahay dulqaadka iyaguna inteebuu maanta leegyahay faysalna halkan uu fadhiyaa igu dafiri maayo tiraba way aad iyo aad iyo aad bay u fara badan tahay intaanu annagu xisbiyadahina aanu aanu isu nimi inta madaxweynuhu u yeedhayna way fara badan tahay sidaanu sidaa u wadno waa tii cadaad layla galay yaa loo galayay cadowgaa jooga xagu ahaa 1994 kii baanu aniga iyo dhagoweyne iyo cabdilaahi askari iyo buuraha galayo markuu madaxweyne maxamed siyaad barre dadka leynayabay ahaydee maanta yaa cadaad lay loo galayay dulqaadka iyagu wuxuu gaarsiisay inaanu ogolaano ogolihii nabadgelyada ee dowladda taliyayaashii ciidamada markii laysugu yeedhay madaxweynaha lagu diida ku jiri maayaana waa lagula dagaalamayaa oo madaxweynuhu yidhi warbal u kaadiya oo laysku qabsaday la yidhi orda haddaba cid ku hayso doono dabadeedna waxaa loo qaatay imeeyey ciidan xooga oo tallaabo ka qaada oo maanta ka soo saara oo qabta waa la helayaaye khasaarahaynu diidaynaye bal intii kale ay sii joogi karaan sii jooga halkaa lagu daayay waa loo daayay tallaabadii xigtay waxay noqotay in ciidankii lagu laayo weliba meydkoodii madaxa lagaga joogjoogsado maalin afraad xafiiskayga waxaan ku bixinayay $550,000 oo laga soo qaaday dadkii meesha lagu laayay salaadiintii gashay waanwaanta iyo aniga iyo ciidankii biliiska markaanu meesha isugu tagnay ciidankii meesha lagu laayay iyo dadkii maxaanku dhahday iyo dadkoodu dhintay markaanu meeshii tagnay naaf oo wada naafay waxay yidhaahdeen yaana laayay yaanu samagta ka qaadanayna salaadiintiina jawaab uma hayso anaa dakhasbay
أو كوري دنتا كشرتا ما أنت وانو يدين هي لكر الحين عيدن بانو ساري كر الحين وانو لين الحين حول بالك قبل لها وحنو قادنا إنو خسارة دلكو قانو يالن دل قاد كاسانو الحين عيد دل قادن كرتا أو أنت يلي كرتا أو أنت قرشة دله ماله usbiyada maanta joogana inta in lagni qaadan kara male khasaarahan hore u soo marnay dulqaadkan hore u soo marnay waxaanu ka soo dulqaadanay in la yidhi doorashada waa la idin kala helay anagu waxaanu tirsaneynay 800 oo cod ku jira la idin diiday waa waxa la idin la tirin maayo maxkamaddu way xukuntay deeraalku kuma ahayn kulmiye waa kulmiye birtu iska aslay kimistii soo isqaaday adigu aamus adigu rag baa leeyahay shirka ka baxa rag baa leeyahay baa rag baa hargeysa bil ka maqana maalinta waxaanu lahayn wax kisaayeen yiri Faisal qoladani waa followerise waxaanu lahayn leadership Ahmed Siilaaya khasaara dhowr iyo toban sanadood ee jabhad ku soo hoggaamiyay guul ku keenay 100 jeer wax eriyay 100 jeerna la eriyay أني والبيدي أمس أني والبيدي شركة كبح أني والبيدي تشوش ما أنت مركي دقال كان عداد لي ليس كد يدك دوري قعان لباحنا رقا يجي مسؤولين تاني والبحر اللي قولي تشوش خذلك تشوش تالا يلي مايو واي حسبك ما أنت أوران أي كالا يلي مايو عبد الرحمن إري حسبك يسكو مش ردي ما كتشيرو أنا كوغوان نسكران هنا حدا ما أنت واده بقى daare ala wal mu'arid jira anaga mu'arid jirnay aniga afayay ka aha xisbiga ugu hadalka badnaa baan u nahay laakiin aniga iyo xisbigii kulmiye iyo mu'aridki iyo baarlamaanka yagii joogay maxaan ku dhahday baarlamaanka intaanu marba tagno tuulo yar oo qolada ee dugantaa oo burcaayo barbareeyo ariqabayo gabiilayo meenaan oran jirin madaxweynuhu waa kan kan lay keer lay lama oran jirin yes baarlamaanka waa loo ogol yahay inay biixay khasab ku tahay inuu ogolaado aniga khasab igu tahay in loo ogolaado maxaa boorama loogu cararaya laga abaabulayo nabadgelyadeeda loo burburinaya maxaa loo gabal inta loo balbarinaya maxaa buurta gacan libaax yaalla mayna biixay sariir u taalaa lagu soo inqilaabaya waxaan leenahay annagu markaa dadweynaha sharafta leh aqoonteenna aynu Soomaaliya kaga duwanayn dadka reer Soomaaliland hadii aynu nahay arrintani waxa weeye togetherness sidaynu wada nooleyn ee go'aamadii hore ee shirbeeladeedii ku soo hoggaaminay aynu xadi qarameedka ku soo sameeynay aynu distoorka u soo gudubnay aynu xisbiyada siyaasiga ugu soo gudubnay inaynu dariiqi hayno annagu dadka dariiqi ka leexday manihin waxyaalaha siyaasiyan wixii dalka ka jiray aanu u bedelay dulqaadka u sabanay maanta halkaan lagu hayo aanu Faisal ogoleen ee cirra ogoleen aanu iyaga u yeelay waxa kamid ah dalka waxa lagu xagaa xeer number 91 xeerka 29aad iyo xeerka 14aad ayaa haga arrimaha doorashada waxa ino yaala in 10 sanadood mar la sameeyo ururada siyaasiga waxa la yidhi ururada siyaasiga ah sanadka doorashada madaxtooyada yaan ka qayb gelin labadooda xisbiga mucaaridka ah iyo kulmiye quriha ka qayb galo annagu mabdaasi mid aan ogol lahayn maaha mid aanu aaminsanahayna maaha waana mid xeerka ka go'an markaanu aragnay dariiqa aan siyaasiga ahayn labada xisbi mucaarid ay ku socdaan markaanu aragnay abaabulka qabiil ee la sameynayo markaanu aragnay kala qaybinta ummada reer Soomaaliland lagu sameynayo ayaa waxaan ogolaanay xaq aanu ku lahayn inuu madaxweynuhu ogolaado taa inuu saxeexo inuu baarlamaanka geeyo inaanu annay idinka ay dhahdo baarlamaanka waa nuu badanahay ka saxeexdo oo maxaan ku dhahday u codeeyo maanta waxay taagan yihiin 10 urur siyaasi oo buuxiyay shuruudihii annaku aanu ku soo baxnay ee ururka ku noqonay Faisalkaasi shuruudda ururka ku xisbiga ku noqday ee kulmiye ku noqday ee cirra ku noqday inaanu burino
أو تبعك كلام أنت إسكور تغنو دولقات كسياسية يا أرقتيها إيه هجانك أن أنوكاي نيا ليدرشيب كيجا أيا النفر أيا واحد بدنو أن مسائل أنك نوجشرين أن نوقلانو هاتني جدا منك سكارة دو دافتيو حد بالت دمبا أنك واحد نجد يا رهاد إمك دورش هذا وحقيبي نجيب حين شري هذا إنترناشنال كا بقولك بشان يتدواتن بقولك بس عاشن يشان واحد بحيي مك الدولة دارير سومالي لان سيدة دي طبعا مليون أول لجوء قيمة يجي سيدة دي طبعا كم مليون بد الدولة ده ما أنت حكم كاي سلبت كي كتالا كلامبر واحد لجوء بكميشن كا أنت كلامنا يجو ماله يا لامبر بين تسعة سدام به كيران أنا واحد نجد ديارة دورشة ديارنا هينو waxaan naga diyaarin midan qabiilada dhahayn waxaan naga diyaarin dulqaadka aanu sideetan ka codka ka tagnay inaannu maantana doorashada ku galo waxaan naga diyaaraa hadin laga helo inaannu rida ka baxno sidaanu shalayta uga baxnay waxaan naga diyaaraa inaannu barita salaadiin ka kicin waxaan naga bixin inaannu waxaan ku raadnay buurta gacan libaax iyo buuraha la mid ka gelin waxaan naga diyaaraa ciid kasta oo timaada inaannu maxaan ku raadnay شعب ونكسون الله شقينا يا نقنا هدي أنك وأنه هلنا إرجننا وجمعهن إنه ناقون صدا حير كان ناقون صنا يا نكي قرك حير كيس الراعي أنا يسقي شريسا نكان راعي إننا ويسقي شريسا أديات بومه سنتين